السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بيتيز كويزين. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نوجدو واحد الوصفه سهله بزاف واللي تقريبا كنحتاجوها يوميا، اللي هي الوصفه ديال الخبز بطريقه ناجحه 100% وبمقادير مضبوطه، وكيجي مفشفش وهشيش ومقطن من الداخل وخفيف. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجوها هي عندنا 3 نتاع زلايف ديال الدقيق او الفورس او الفرينه، كل بلاصه شنو يقولوا لها. انا استعملت الدقيق الخاص بالخبز. هاد 3 نتاع زلايف فاش جمعتهم وعبرتهم لقيت فيهم المجموع ديال 500 غرام. نزيدو عليهم عندنا زلافه ديال السميده الرقيقه، ولا بغيتو الدوبلو او تضاعفوا الكميه الى استعملتوا 3 عوض 3 تاع زلايف ديال الفرينه ديروا 6 تاع زلايف ديال الفرينه، وعوض زلافه تاع السميده غادي ديروا 2 تاع زلايف. ونضيفوا 2 المعالق صغار مع مرينش ديال الخميره ديال العجين. وجوج المعالق صغار مع مرينش ديال السكر. وعندنا هنايا جوج زلايف ديال الماء، نفس الزلايف اللي تعبروا بهم ولا الكيسان اللي تعبروا بهم السميده والفرينه هما اللي تعبروا بهم الماء. ونزيدو جوج المعالق صغار ديال الزيت، وجوج المعالق صغار ديال الحليب، وغادي نضيف هذيك الزلافه الثانيه ديال الماء. هنايا ما عمرتهاش حيت بدلت النوع ديال الدقيق او الطحين اللي كنستعمل، فبغيت نشوف واش غادي نحتاج جوج زلايف نيشان ولا ما عامرينش، ولكن في الاخر زدت هذيك شويه اللي خاصاني حيت جاوني جوج تاع زلايف نيشان. اي كميه ديروها ديال السميده مع الدقيق ديروا نص ديال العبار ديالهم ديال الماء. مثلا هنايا استعملت 4 تاع زلايف المجموع بين السميده والدقيق، النص ديال العبار ديالهم درتو تاع الماء. الا بغيتو دوبلو الكميه كما قلت من قبل وتستعملوا 6 تاع زلايف ديال الفرينه وجوج زلايف ديال السميده، غادي ديروا عوض جوج زلايف ديال الماء غادي ديروا 4 تاع زلايف. هنايا غادي رحنا غير نجمعوا العجينه شويه، ما رحناش ندلكوها حيت عاد غادي نزيدوا المكونات اخرى عاد ندلكوها مزيان. من بعد ما تجمعات العجينه ديالنا غادي نضيفوا عليها جوج المعالق صغار مع مرينش ديال الملحه، وجوج المعالق صغار ديال الخل. ودابا نكملو ندلكو مزيان هذيك العجينه هذه في مع داك الخل والملح. من بعد ما دلكات العجينه ديالنا مزيان غادي نزيدو عليها عندنا هنايا جوج المعالق كبار ديال الزبده اللي تكون رطبه، يعني تكون بحراره الغرفه.
نكملو ندلكو شويه هذاك العجينه مع الزبده حتى تدخل ديك الزبده هذيك في العجينه، وديك الساعه نريضو، ما غاديش نحتاجو نزيدو عاد ندلكو العجينه حيت ديجا دلكناها مزيان. وهي العجينه ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا، كتكون رطبه بزاف ومرخيه، ما خصهاش تكون قاسحه، خصها تكون دايره بحال هكا باش الخبز ديالنا يجي زوين. ندهنوا العجينه ديالنا بشويه نتاع الزيت باش ما تلصقش في هذاك الوعاء اللي دايرينها فيه. ومن بعد نغطيو عليها ونخليوها على جنب باش ترتاح وباش تخمر لنا غير شي شويه، ما بغيناهاش تخمر بزاف، مده تقريبا 20 دقيقه الا كان الجو سخون. وها هي العجينه نتاعنا من بعد ما خمرات شي شويه، غادي ندهنوا يدينا بشويه نتاع الزيت ونحيدوها من داك الوعاء اللي هي فيه. نحاولوا نخرجوا شويه داك الهواء اللي كاين في العجينه لداخل، ونقطعوا العجينه ديالنا لقطع صغيره. شوفوا نتوما على حسب الحجم اللي بغيتوا ديروه. ومن بعد نشكلوا هذوك القطع ديال العجينه على شكل كريات صغار. هنايا استعملت انايا الميزان، عبرتهم درت فيهم 110 غرام في كل كريه نتاع العجين. تقدروا ديروا كتر تقدروا ديروا قل على حسب الحجم اللي بغيتوا ديروه. علاش وزنتهم؟ غير باش يكونوا كلهم نفس الحجم ونفس الشكل، يعني ماشي ضروري توزنوهم، تقدروا ديروا غير عينكم ميزانكم. ومن بعد نحطوهم في الصينيه ديال الفران اللي نكونوا موجدينه من قبل. هاد العبار هذا ديال العجين اللي درت خرج لي 11 خبزه. ونحاولوا نقرصوا شويه هاد الخبيزات ديالنا غير باش ما يجيش فيهم البابه بزاف، قرصوهم غير شي شويه. وهنا غادي ندهنهم بالخليط ديال البيضه مع شويه نتاع الحليب، ندهنهم شويه من الفوق ماشي بزاف، هذا غير اختياري، يعني ما بغيتوش ديروه، بغيتو تخليو الخبز ديالكم هكاك ماشي ضروري، تقدروا تخليوه غير هكاك ولا تدهنوه غير بالحليب. من بعد خديت واحد الموس اللي يكون ماضي وحاولت ندير شي شكالات نتاع الخطوط من فوق دوك الخبيزات، نديروهم قبل ما يخمروا. الا درتوهم حتى تخمر تيخمروا الخبيزات، غادي ديك الساعه بحال ينزل لكم ديك الخموريه اللي درتوها،
فضروري ديروها قبل ما تحطوا الخبيزات باش يخمر. وهذه المرحله حتى هي ماشي ضروريه، اختياريه. بغيتوا تخليوا الخبيزات ديالكم هكاك، بغيتوا ديروا لهم خطوطه، اي شكل ديال الخطوطه بغيتوا ماشي مشكل. وها هما الخبيزات ديالنا بعد ما خمروا، كيف ما شفتوا كيتضاعف الحجم ديالهم، كيتنفخوا مزيان. نشعلوا على الفران ديالنا ونسخنوه مزيان على درجة حرارة 480 فرنهايت اللي هي 250 درجة سيليسيو، خصو يكون سخون مزيان. وهنا عاودت دهنت شوية دوك الخبيزات ديالنا قبل ما ندخلهم الفران. وهما الخبيزات ديالنا خرجناهم فران واجدين محمرين مزيان. كيف ما كتشوفوا كيجيو رطب بزاف بزاف وخفاف وهشاش ومقطنين. انا متاكده الا جربتوا هاد الوصفه هادي غادي تعجبكم بزاف بزاف وما غاديش تندموا عليها. هنا كنت خديت هاد الخبيزات هادو من بعد ما دهنتهم، رشيتهم شويه نتاع الجنجلان، عاد دخلتهم الفران.
نتمنى تكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم وتجربوها إن شاء الله، وتكتبوا لي الرأي نتاعكم في التعاليق، واللي مازال ما مشتركينش في القناة ضغطوا زر الاشتراك إلى عجبكم الفيديوهات ديالي، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. كنشكركم بزاف على المتابعة، ونشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.